مجلة الاستثمارات الدولية مسوية تكريم لمجموعة سيدات إماراتيات ومن الوطن العربي لهم إنجازات، والجوائز هي عبارة عن 4 فئات، كل فئة تختص بشيء معين. بعض النساء اللي كان لهم دور في تحقيق اسم دولة الإمارات عالمياً خارج الإمارات، ومنهم فئة اللي سوت إنجازات للتنمية في الاستثمارات، وهم 4 فئات. جينا بدعوة من مجلة الاستثمارات لتكريم رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات والغير الإماراتيات في أبوظبي. جدا فرحانين فعلا لأنهم يستاهلون التكريم ويستحقونه. أكيد أن مجلة الاستثمار ما سوت هالبادرة إلا عن جدارة لكل سيدة أعمال ورائدة. وكذلك أبغى أقدم الشكر للرائعة المصممة العالمية أو المصممة إماراتية منى المنصوري على الإبداعات وحضورها الجميل في جميع نطاق العالم، لأنها فعلا وصلت العالمية وهي من المكرمين، شخصية قمة وإبداع واحتراف ومهنية. شكرا لمجلة الاستثمارات على هذا التكريم والحفل الجميل الذي يجمع مجامع الإبداع والابتكار والاحتراف، وشكرا مرة ثانية للإمارات التي تحتضن هذه المحافل. الحفل اليوم حفل كتير مهم، يعكس حضارة الإمارات وامتيازها في تكريم المرأة خاصة في مجال العمل، وهذا التميز وهذه الحضارة شغلة يطلع عليها السياح، عشان هاي بتميز دولة الإمارات عن الدول المجاورة لها. كتير انبسطت من شركة الاستثمارات لهالمبادرة الحلوة، للجوائز يرشحونا لجوائز لتكريمنا، حتى تحفزنا أكثر للعمل لخدمة دولة الإمارات، وتعطينا حافز لنطور البلد ونكون نحن نحس حالنا أنه نقدر نعمل أكثر وأكثر للبلد. الجائزة هاي تعني كل شيء، لأنها تعتبر أول هدف لي أوصل للعالمية، لأن الحمد لله أخذت سفيرة الإمارات للتصميم الداخلي والديكور عالمياً. هيدا تكريم شرف كتير كبير لي ولأي شخص بيتمناه طبعا، وبدي أتشكر مدير مجلة استثمارات السيد محمد شمس الدين على دعمه الدائم للمرأة بكل المجالات، وإن شاء الله نكون على قد المسؤولية اليوم.